المواقف تجرح الرجال وجب العلوم والدرب حد يمشي لين اقصاه ولا حد بعض المواقف تجرح الرجال وجب العلوم والدرب حد يمشي لين اقصاه ولا حد انقصر الدرب ما يبغى ضعيف البصر هزع العزوم اللي يهرول فسعى ويضيع حزة العسر يا هاجسي وجه الخصوص دق من وجه العموم وانا بشر واشوف والانسان لا وجهة نظر احدن يعوم البحر واحد في البحر يا جزي عوم واللي ما يعرف للبحر حذر لا يغرق في البحر يا صاحبي والله ماني طالب شيء معدوم المعرفة لها ضوابط ما يكنسلها العذر اللي ما يقف ما رفيق لا حضر وقت اللزوم وقت الغنى الله يغني عنه والدنيا عبر ما للجمال غير طلقين المحيا والقروم الليل يا ضاق الدهر تصطي على ضيق الدهر والصامم اللي يشتري بالسوق لو غيره يسوم والغالية يفرق في سومتها ولو زاد السعر واللي تثنى دونها يا الله جاله ما يقوم هذاك لا تحسب عليه يا ظهرنا بالقشا واهل الوفا ترف ولا فيها علامة وسوم وقفاتهم تنبيك عنهم كل ما شان القدر والهرج ما يغني ولا يشبع ولا ينصر خوم أكبر دليل الغرب لولا عقب ما كانت مصر والصبر مفتاح الفرج والعدل حلال الخصوم الرجل يا طيب أهل يا من اهتحل بالصبر طلبت بني عمك لا